وانا للعراق وانا اليه لاحقين. السلام على الوجوه التي احرقتها اشعه الشمس. اشعه الشمس احرقت وجوهنا، ارصفت الشوارع، انهكت اجسادنا، الطيب مبعد والشفربيه، وانزحت من متنا نير وخبزها. حق مليانه قضيه، ولا تفكر تحتقني، انا ما تلقاني بيا، انا صرخه بكل قلب ذاك الحسن. احتقن كل ذاكره وطلعني منها. الشعر براس الشعب مو بالسجن. انا قضيتي تعيش عيش تموت وياها اندفن بصوت عالي كلكم للي يحب العراق. نعم نعم للعراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من صوتكم. مشاهدينا نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. قبل الدخول في تفاصيل موضوعنا مشاهدينا الكرام، نود التنويه أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. اليوم نتكلم مشاهدينا الكرام عن موضوع الخريجين وحملة الشهادات الذين يعتصمون ويتظاهرون منذ فترة طويلة دون استجابة الحكومة لمطالبهم بالحصول على حق أو حقهم المشروع بالتعيين في بلد يفترض أنه بلد غني. هذا من المفترض نظريا طبعا، بلد غني ويعني من حق شبابه أنه يتمتعون بوظيفة في هذا البلد ويستمتعون بخيراته وثرواته، لكن الحاصل هو العكس تماما. نظريا العراق غني، لكن عمليا أموال العراق مسروقة من قبل طبقة حاكمة وأحزاب حكمت العراق من 2003 لغاية هذه اللحظة. اعتمدوا على سياسة توزيع المناصب وفق الانتماءات الحزبية والولاءات والوساطات والمحسوبية، وضاعت على شباب العراق فرصة الحق أو فرصة الحصول على حقهم بالتعيين في بلدهم. اليوم عندنا فئة البطالة هي نسبة كبيرة جدا، وتقدر التقارير الدولية نسبة بطالة الشباب بالعراق ب 8 ملايين شاب عاطل عن العمل، فئة عمرية تتراوح ما بين 20 سنة إلى 45 سنة. طبعا هذا رقم كبير للغاية، والرقم طبعا في ازدياد مستمر نظرا لإهمال الحكومة لفئة الشباب وهذه الشريحة المهمة اللي هي تعتبر عماد المجتمع وأساس قيام أي دولة، هي الشباب اللي يبني البلد. لكن بالعراق الموضوع يختلف تماما. اليوم عندنا قضية حنتواصل ويا أصحابها طبعا ويشرحونا الوضع الحاصل الآن في العراق، وهم حملة شهادات الدبلوم من خريجي المعاهد معتصمين قرب المنطقة الخضراء، صار لهم 15 يوم أمام البوابة 9 تحديدا. عندنا 2 من هؤلاء الشباب حيتواصلون ويانا وحيتكلمون عن مشكلتهم، وطبعا الموضوع هو مفتوح بشكل عام. ليش تهمل الحكومة هذه الشريحة المهمة من الشباب؟ إذا كانت الحكومات المتعاقبة دخلت بوعود الإعمار والنهضة بالبلد، ألا تحتاج هذه النهضة إلى سواعد الشباب العراقي للمشاركة فيها من أجل إعمارها؟ إذا كانت هذه الحكومات صادقة فيما تقول أو صادقة في وعودها، طيب هل ينتظر الشباب العراقي اللي يسعى للبحث عن وظيفة
أنه يتعين في هذا البلد اللي فيه الأحزاب وفي الفساد وفي المحسوبية والوساطات وهذه التأثيرات والضغوطات اللي ممكن تواجه أي شاب عراقي مستقل يتعين في أي مؤسسة حكومية، ممكن يتعرض لهذه الضغوطات وقد يجبر على ترك وظيفته لكي يحصل عليها واحد منتمي الحزب أو جهة معينة سياسية؟ يعني هل مشكلة الوظائف الموجودة بالعراق إذا حصل الشاب العراقي على وظيفة ستنتهي بمجرد حصول على الوظيفة؟ طيب ماذا عن مشاكل البلد الثانية؟ من نظام أمني منهار، من نظام قضائي فاسد، من مؤسسة تعليمية فاسدة، من نظام صحي منهار، وقائمة تطول حقيقة من المؤسسات الحكومية المنهارة أو التي نخرها الفساد وأدى إلى انهيارها. طبعا مفوضية حقوق الإنسان طالبت بتبني مطالب خريجي كليات الهندسة المعتصمين وإنهاء معاناتهم بإيجاد حلول جذرية لمشاكلهم. شددت المفوضية على ضرورة تخصيص درجات وظيفية لهم ضمن موازنة العام المقبل. قالت عضو مجلس المفوضية فاتن عضوة مجلس المفوضية فاتن عبد الواحد الحلفي أن على الحكومة تبني مطالب خريجي كليات الهندسة من المعتصمين أمام بوابة مكتبة العلاوي اللقاء واللقاء بممثليهم للاطلاع على ظروفهم وإنهاء معاناتهم بإيجاد الحلول الجذرية لمشاكلهم. طبعا عندنا أيضا حملة الشهادات العليا جددوا تظاهراتهم في بغداد للمطالبة بتعيينهم في ظل مواصلة الحكومة نهج المماطلة بإطلاق التعيينات. طبعا يعني هذا الموضوع مستمر، تذكرون حضراتكم مشاهدينا الكرام حيدر العبادي عندما خصص 10,000 وظيفة لأهالي البصرة وقدموا الشباب وقدم الشابات للوظائف، وبعدين طلعت المقاطع فضحت هذا الموضوع وطلعت ملفات التعيين المقدمة كلها مرمية في سلات المهملات في النفايات. رمت الحكومة ملفات الشباب المتقدمين على الوظائف على 10,000 وظيفة في سلات النفايات والمهملات، وراحوا الناس يدورون على ملفاتهم اللي بيها أوراق مهمة حتى يحصلوها. هاي كانت نتيجة الوعود الحكومية. من ويانا الآن؟ كمال؟ من؟ كمال من بغداد، تفضل يا كمال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. كمال سامر الزيدي رئيس رابطة خريجي المعاهد التقنية في ذي قار. حياك الله، أهلا وسهلا. حياك الله الغالي. كمال عندكم مشكلة أنه صار لكم 15 يوم معتصمين أمام بوابة 9 بالمنطقة الخضراء وتطالبون بحقكم بالتعيين، طبعا ماكو استجابة. كلمنا عن هالمشكلة واحكي لنا وضعكم ومعاناتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم ولقناتكم ومشاهديكم الكرام. حياك الله. نحن رابطة خريجي المعاهد التقنية في ذي قار. نعم. المهمشين، قبل ما نقول معتصمين متظاهرين، المهمشين المظلومين المعدومين على طوال السنين، سواء بالحكومات السابقة أو الحكومة الحالية. نعم. بالحكومة المركزية في ذي قار والحكومات الحكومة المحلية في ذي قار والحكومة المركزية في بغداد. نعم. هذه الشريحة للأسف من بعد 2003 لحد الآن لاقت ما لاقت من تهميش ومن ظلم ومن عدم انصاف. نعم. للألف كل الشهادات الجامعات والمعاهد اللي نعم. باقية سنويا أو شهريا تنزل بالضابطة الإلكترونية درجات تعيينات لهم. طيب. لا، الشريحة الوحيدة اللي مهمشة واللي ما يوصل لها أي صوت وأي اسم وأي تعيينات أو فرص تعيينات فرص عمل هي المعاهد التقنية. الأسباب وين؟ الأسباب إذا كانت بالحكومة المركزية سواء الحالية أو السابقة فهاي مو مشكلتنا. إذا نعم. كان سوء التخطيط من قبل الحكومات هاي مو مشكلتنا. نعم. إذا كانت السبب التضخم المالي وبسبب الوباء وبسبب نزول النفط وبسبب طيب. فلوس ماكو أيه. وميزانية ماكو، هاي احنا ما مسؤولين عنها. احنا خريجين. نعم. درسنا سنين وتعبنا وجاهدنا وكانوا اهالينا منتظرين من عندنا انه احنا نتخرج. نعم. لكن تخرجنا ولقينا انفسنا قاعدين على الارصفه وعلى الشوارع. نعم. يعني خريج معهد تقني يبسط له بسطيه مال دقايق، خريج معهد تقني يبسط يشتغل له في ستوته يبيع غاز. نعم. ليش؟
سبب الحكومة، الحكومة هي المسؤولة. سبب الوزارات، الوزارات هي المسؤولة. نعم. ثانيا أنا أوجه كلامي قبل ما أناشد، أوجه كلامي الوزير التعليم العالي. نعم. أنت يا وزير التعليم العالي عندك معاهد تقنية على مستوى العراق. أه. إذا أنت قارها هي معاهد تابعة لوزارة التعليم العالي، طيب أنت ليش ما تنسق وزارة التخطيط؟ نعم. أو تنسق وزارة المالية لما هذا الشخص الطالب يتخرج. نعم. اسمه يتعين حال حال بقية الشهادات. ليش نعم. باقي المعاهد التقنية تخرج سنويا آلاف 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 تتراكم وأنتم لا تحركون ساكن ولا تصفون هاي الشريحة. نعم. شنو الغاية من أدها وشنو السبب ولوين؟ يعني إذا كنتوا أنتم ما معترفين بهاي الشهادة للعلم هي تعتبر شريحة وسطية ساندة، كوادر وسطية ساندة لدوائر وزارات الدولة كافة. كانت بالنظام السابق، النظام السابق كانت شريحة خريجي المعاهد التقنية تعيينها مركزي أولوية إلها. ليش؟ لأنه إلها 18 قسم تبدي من الميكانيك، ميكانيك إنتاج، ميكانيك سيارات، ري وبذل، خياطة، سكرتارية، حاسبات، حسابات قانونية، كل الكهرباء، كل الاختصاصات. يعني كانت تشتغل بالقطاع الخاص وبالقطاع العام وبالقطاع الحكومي وبالقطاع المشترك. لكن بعد 2003 لا قطاع عام ولا قطاع خاص ولا قطاع حكومي ولا قطاع مشترك اتراكمت. نعم. ويتفاوعون لهاي الخريجين ولا كأنه هو عراقي. كمال كمال انتوا ايش قد عددكم يا كمال؟ ايش قد عددكم؟ انا بالنسبه لي، انا بالنسبه لي رئيس رابطه المعاهد التقنيه بذي قار عندي احصائيه رسميه عددها 12000. 12000 12000 خريج. هاي الخريج على يعني طبعا هاي الاحصائيه مو ولدت اليوم، لا من ال 95 وال 2003 ولحد الان كل سنه كل سنه تتراكم. نعم. احنا نريد حل واحد من الحكومه. واحنا اكو قبل فتره تواصلت ويا مسؤولين، تواصلت ويا ناس انه موازه الحذف والاستحداث اللي بالمحافظه، محافظه ذي قار اللي هن تقريبا 21 وزاره 17000 درجه وظيفيه. نعم. 17000 درجه وظيفيه كل وزارات الدوله. طيب الوزارات المنقوله الصلاحيه اللي بالمحافظه ان سبع وزارات بهن 6000 الى 8000 درجه وظيفيه. نعم. يابا انتم تقولون احنا عندنا تضخم مالي. نعم. وتقولون عندنا نقص سيوله، وتقولون ما عندنا فلوس، وتقولون البنك المركزي مصفر، وتقولون طيب. النفط ماكو. قدمنا لكم ابسط الحلول، قدمنا لكم 30 حل للعلم، 36 طلب رسمي. شنو ابرز هاي الحلول يا كمال؟ شنو ابرز هاي الحلول؟ 36 طلب رسمي من المحافظه، من المحافظ السابق والمحافظ الحالي. رافعين للأمانة العامة 9 طلبات، مكتب رئيس الوزراء 9 طلبات، رئيس الوزراء 9 طلبات، التخصيصات التخصيص 9 طلبات وهكذا، والنواب ونواب محافظة ذي قار وكل النواب. طيب. لكن أي استجابة ما أجتنا. قدمت تقريبا بحدود 30 إلى 35 حل، أبرزهن إدراج قانون محافظة ذي قار منكوبة. نعم. بأقروا بها 30000 درجة وظيفية. وشملوها على اساس بالاستثمار، وشملوها بخط العمل، وشملوها هاي وحده. نعم. اثنين وزاره التخطيط ووزاره النفط. نعم. ورئاسه الوزراء ووزاره الكهرباء وممثل من مجلس النواب يشكلون لجنه. لجنه مشتركه تحتوي هاي الخريجين. ماكو تعيينات حاليه وماكو فلوس من ميزانيه هاي الوزارات. ينطون مبلغ شهري 200 250 الف لهاي الخريجين لحين التعيين. نعم. هاي اثنين. ثلاثه ماكو فلوس اشملوهم بالرعايه الاجتماعيه مبلغ 250 الف لحين التعيين. نعم. ثلاثه اكو عقود تشغيليه وعقود استثماريه بالمحافظه اشملوهم. الخريجين القدامى نفس القضيه، فرص التشغيل اللي هي اقرتها وزاره العمل. نعم. اشملوهم في المشاريع الصغيره والعقود والتشغيليه. طيب يعني سيد كمال انا بس حتى يعني اختصر وياك قدر الامكان، لان هم عندنا ناس تنتظر. انا طبعا مشكلتك كبيره وما راح تكفيها حلقه، بس انا اقول باختصار. أكيد. يا سيد كمال، بالعراق
اكو 4 ملايين موظف حكومي، هذا بحسب الاحصاءات الحكوميه. من وجهة النظر العالمية بالنسبة لقياسات عدد سكان العراق وهي عدد الموظفين، احنا عندنا اصلا فائض وفق ما اعلنته الحكومة، فائض بالدرجات الوظيفية، فائض بالوظائف، يعني مقارنة عدد السكان بعدد الوظائف. طيب اغلبهم طبعا ايضا هناك نسبة ليست قليلة من الفضائيين. بهذا السياسة او هذا النظام المخربط، نظام الفاسد اللي حكم من 2003 لغاية اليوم، شلون تريد تضمن انت درجة وظيفية وانت دا تواجه الحزبية والواسطة والمحسوبية والرشاوي؟ شلون تريد تضمن لنفسك فرصة عمل؟ ما راح أضمن لنفسي فرصة عمل طالما هاي الأشخاص وهاي الشخوص والفاسدين يتحكمون بمقدرات البلد واللي يوقفوا القطاعات الخاصة والمشتركة، لأنه هاي تضرهم. فما راح أضمن أنا تعيين. نعم. يعني لو كان أكو قطاع خاص، هاي إلما ترجع لوزارة التخطيط. نعم. وترجع لرئاسة الوزراء وترجع المجلس رئاسة الوزراء. نعم. شغلونا القطاعات الخاصة، وأنا أضمن لكم الناس اللي تاخذ رواتب من الوزارات راح 60% من العدد راح تشتغل بالقطاعات الخاصة. نعم. وبالقطاعات العامة وبالقطاعات المشتركة، لكن هي قضية مدروسة. نعم. قضية مدروسة، يردون يجوعون هذا الشعب، يردون يذلونه ويردون يبهدلونه. نعم. هي هاي سياسة مرسومة، هاي. نعم. سياسة الفاسد وسياسة الحزبي هاي مرسومة، يردون يهمشون هذا البلد ويردون. نعم. يأخذون مقدراته ويردون يأخذون خيراته، وإلا العراق اللي شنو؟ العراق فقير، العراق. نعم. ما عنده فلوس، العراق يغوص على بحر من نفط، عايش. نعم. على بحر من نفط. نعم. العراق عنده منافذ حدودية، بس المنافذ الحدودية هاي ميزانية تدخل سنويا تقد فلوس النفط. نعم. التجارة، الزراعة وين؟ لكن. نعم. هي هاي قضية مدروسة، هاي قضية. طيب. سيد كمال، أنا طبعا أعتذر. ما يتحمل عبء هالخريج. نعم. أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد كمال من بغداد. طبعا الله يكون بعونكم، بس حضرتك ايضا اجبت بشكل غير مباشر على اسئلتك، وهو انه انت عايش تحت حكم اللصوص وفي نظام فاسد، وهذا النظام اذا كنت ترجى منه الخير فهو يستحيل، لانه صار له 17 سنه ما قدم لك الخير ولا لغيرك. فهي ايضا اجابه لاسئلتك، وثوره تشرين على الابواب في سنوياتها الاولى، والجواب ممكن يكون منك. ام زينب من بغداد، تفضلي. أم زينب. طيب السيد سعد من الكويت، تفضل يا سعد. يا هلا، السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ محمد. يعني حتى اللي ما عنده شهادة لازم يعني يتوظف أو يعطى منحة أو مساعدة مالية. نعم. مثلا للمطلقة، للأرملة، للأيتام، للعاطلين عن العمل ولو نصف راتب. نعم. خزينة الدولة وين تروح؟ إيرادات الدولة بالمليارات وين تروح يا أستاذ؟ نعم. وآخر الكلام يا أستاذي، فيه نائبة عراقية تقول أنا أعطيك دينار واحد تكون دريول عندي ومعاشك كل يوم، أعطيك دينار عراقي فقط، فما رأيك؟ أرجو الإجابة منك ومن حضرتك، وآخر الكلام ابعد عنا الهموم والآلام، وتحياتي لك. شكرا جزيلا سيد سعد من الكويت. عادة الإجابات تكون من حضراتكم، عموما يعني يخرج من المسؤولين في العراق كلام بشكل عام من ما يسمون بالسياسيين، وطبعا الفهم للوضع بالعراق يفهم طريقة أو طبيعة حديثهم وتصريحاتهم. ويانا منو؟ السيد ابو فيصل من السعوديه، تفضل. يا مرحبا استاذ محمد، مساء الخير. مساء النور، حياك الله، اهلا وسهلا. تحيه لجنابك، تحيه للقناه وكادر الاستديو، تحيه للشعب العراقي. الله يبارك. تحيه الثوار تشريع بكل محافظات العراق العزيزه. نعم. تحيه لحظه. بالنسبه للاستاذ، هذا النظام البائس بالعراق، ونحن هذا النظام استاذ لا يمكن ان يقبل طلب او المتظاهرين عدم يعني يطالبون بوظائف، وهذا النظام نظام بايس، يعني نظام نظام هو جاي، هم نظام سراق وحرامية يعني، وهم من سرق البلد يعني، وهم من خلق المشاكل كلها، وهم من نهبوا أموال العراق. هذا النظام يعني نظام مجرم، يعني لا 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 حل معه ولا جبايه. إذا ما العراقيين نسفوا هذا المجرمين القتلة
وخصوصا هذه العمليه السياسيه البائسه التي اسست العراق بهذا. ولا العراق ليس الازمه تهم من خلق الازمه، ولا العراق قليل بكل موارده وبشعبه وبكل شيء، العراق قليل، لكن هذول الصعاليك اللي اتوا على الدبابات الامريكيه والعملاء الخونه، فما ياتون الا بالخونه والعملاء وهم مجرمين. فلا بد من اسقاط هذا النظام من مجلس النواب وما يسمى بالرئاسات الثلاث، لا بد من انهائها وتحيلت. شكرا جزيلا سيد ابو فيصل من السعوديه. من معنا الان؟ السيد رعد من السماوة، تفضل يا رعد. شلونك اخوي الكريم؟ الله يسلمك، حياك كل الهلا، تفضل. يا اخي انا من السماوة. شلون؟ انا من السماوة. اي نعم، حياك. تقدمت حياتي لكم. يعني احنا منطقة ريف ومعامل ومختنقين، والشارع هذا صار له خلص المسألة من 6 طوائف. نعم. صار الشارع ما بلطوه عدل. يعني هل معقول محافظة بأكملها ما بيها الزيت ما بيها السبويت؟ يعني قطعوا الشارع، ما صووا، قطعوا بالنص. منو ما قطعوا؟ رعد، رعد نص صوت التلفزيون يا رعد، اسمعني من التليفون. هاي ماشي. ده تقول لي قطعوا الشارع، منو ما اللي قطعوه؟ يا اخي اجوا يسوون شارع، يعني ليش ما كملوا؟ نعم. يعني ما كملوا بالعكس. نعم. رعد. اسمع حبيبي. كمل كمل يا رعد، اريد اسمع منك، كمل المشكلة. حبيبي هذا الشارع من سووه؟ يعني بحيث اكو مكانات يعني فيها مطبات. ما كملوا، يعني ليش ما كملوا مثلا؟ نعم. طيب طيب رعد، رعد غير الشارع يا رعد، غير الشارع شنو وضع محافظة المثنى؟ البناء اللي بيها، الإعمار اللي بيها، شنو وضع المثنى؟ غير الشارع هذا. صار 5 سنوات ما مكمل. نعم. وشاهد عبر التراب الإجتماعي. المحافظ المثنى يعني ما بي في نخوة للشعب مال المثنى. نعم. المثنى أبطالها من كل شيء يشتغل، يا محافظ. أنا أشكرك يا رعد من السماوة، ووصلت فكرتك ومشكلتك. طبعا لما تكون بغداد سيئة اللي هي تعتبر مركز الحكومة، فتخيلوا محافظات الجنوب شنو وضعها وشنو وضع الخدمات والإعمار بها. قبل يعني يوم أمس انتشر الفيديو، هو منتشر أيضا ربما أول أمس، فيديو للناطق باسم أمانة بغداد كريم عبد الزهرة، وشفتوا لما اتصل مواطن عراقي يشكو الوضع في بغداد، في بغداد مركز الحكومة اللي البعض يقول انه هي جنة صايرة، في بغداد يشكو الوضع المأساوي للشوارع للطرق للخدمات الموجودة، ويرد علي الناطق الرسمي باسم أمانة بغداد، لانه قال المواطن وين الضمير؟ ماكو ضمير، بس هاي الجملة طلع اللسان هالطولة من الناطق الرسمي بالمسبة والإفشار والإهانة للمواطن العراقي، مو بس عليه، على أهلهم، يقول أنا مو خدم عد الخلفوك. فتخيلوا إذا بغداد هيك وضعها، فشنو حال المثنى وغيرها من المحافظات الجنوبية اللي تركت مهملة طيلة هالسنوات اللي مضت. من ويانا؟ السيد أحمد السهلاني من بغداد. أحمد السهلاني هو ممثل خريجي المعاهد التقنية في بغداد، مو صحيح أحمد؟ حياك. حياك الله أستاذ المثنى. نعم صحيح. اهلا وسهلا يا احمد، قبل شويه تكلمنا ويا الاخ كمال وهو ايضا يبدو ممثل خريجي المعاهد التقنيه في ذي قار. اريد اسمع من حضرتك، اريد اسمع من حضرتك المشكله ايضا، اشرح لنا صار لكم 15 يوم، ايش واجهتوا خلال هال 15 يوم؟ شنو وضعكم الان بالشارع؟ السلام عليكم. طبعا وعليكم السلام ورحمه الله على قناتكم وعلى برنامجكم الكريم وعلى مشاهديكم اجمعين، حياك الله. بصراحه احنا خريجين معاهد تقنيه في ذي قار، نعم، في بغداد امام بواب الامان العام في الشراء من يوم 1/9
نعم يوم. نعم صار لنا 15 يوم تصميم مفترشين الشارع والاسفلت بهاي الحراره العاليه مال كل الشعب العراقي تعرفها. نعم وبدون اي استجابه واي جدوى من الحكومه العراقيه مع الاسف، وكانما احنا مو عراقي. نعم. وكانما احنا مستقبل المستقبل للعراق. يعني يمكن لو كانت اعمال احزابيه حسب ما كان يشوفها بوضع العراق الحالي او حتى الشركات الخاصيه والمجمعات اسواق مونات تعتمد على الاعمال الاحزابيه. يعني انا كفرد مواطن عراق زين ولي حق هذا البلد والله ما القى شلون اروح تقول مول يشغل عمال اجنبي. نعم. زين يفضل ابو الشركه العمال ابو المجتمع زين اروح الدوله ما تفتح لي باب وانا صاحب شهاده وعند هسه صح انه انا تقني دبلوم. نعم. كل دول العالم اصحاب الكريم كل دول العالم خلينا نقول العرب انه ابو الدبلوم الحلقه الوصل بين طبقات المجتمع الاخرى. نعم. يعني كل دوارد تحتاج الاداري تحتاج صحيح الفني وغيرها من الاختصاصات. صحيح. واحنا اختصاصاتنا هواي زين يعني احنا طبقه مهمشه استاذ العزيز. نعم. من زمن النظام السابق لحد الان زين يعني كل سنتين او ثلاثه تطلق درجات وظيفيه كل وزارات الدوله الا التقني فيهم لو درجه او درجتين ومرات ما نعم زين الى متى هذا التهميش؟ ليش انتم خرجتونا؟ ليش قبلتونا وعطيتونا شهاده اسمها شهاده بحث التقني؟ نعم. يا حكومه العراق اما تشتركون فينا خلص الغوا المعاهد، سد المعاهد في العراق وصفرونا ما صار بال 2013 بمعاهد المعلمين. نعم. اصلا انت معاهد تخرج معلم زين سدوها بال 2013 زين اذا انا ما غلطان وصفروا استعداد مال المعلمين. نعم. احنا حقنا انه ابناء العراق وابناء هذا البلد وخصوصا محافظه الايقاف، محافظه الايقاف مكتوبه يا استاذ كل العراق وكل البرلمان الحكومه صوتت وعلنت انه الدار مكتوبه وخصوصا هذه السنه بعد ما صار فيها من دماء ومن تضحيات ومن قمع ومن قتل احزاب الحاكمه. فاحنا هذا حقنا وما نتناسى عنه ابدا. نعم. صراحه وهاي رساله اود الحكومه ورئاسه الوزراء انه احنا بغداد واحتفظنا اثنين مستنيتين صراحه. نعم. من الجدع البلد اللي صار انه لو ناخذ حق ونرجع عيش كريم الأهل وعيالنا لون غير هذا الوعد. نعم. صراحه. احمد رسالتك وصلت، انا اشكرك شكرا جزيلا. ونتمنى لكم التوفيق فيما تسعون اليه. طبعا أحمد السهلاني من بغداد وهو ممثل الخريجين المعاهد التقنية في بغداد اللي يعتصمون لليوم 15 على التوالي أمام البوابة 9 بوابة المنطقة الخضراء، وحتى هذه اللحظة لا يوجد رد حكومي، وطبعا حتى أيضا لا نجحف بحق الفئات الخريجة الأخرى، ليس فقط خريجي المعاهد التقنية هم اللي يعانون بالشوارع ويعتصمون وما يحصلون على وظيفة وحق بالتعيين، لا، غالبية الكليات العراقية والمعاهد العراقية مدى يحصلون على وظائفهم من مهندسين من مجموعات طبية من العلوم السياسية كليات العلوم بمختلف أصنافها خريج حملة الشهادات العليا فئات كثيرة من المراحل العلمية مدى يعني المراحل الدراسية مدى يحصلون على فرصهم في التعيين. هذا طبعا يعني كلمة حق تقال، لأنه الموضوع لا يقتصر فقط على خريجي المعاهد التقنية، الموضوع مستمر، وطبعا التعيينات هي حسب الواسطات وحسب المحسوبية وهذا النظام متعارف عليه في العراق. السيد أبو زكريا من كركوك تفضل. أبو زكريا الله يحفظك أستاذ محمد. الله يسلمك. الله. الله يسلمك حياك الله. إن شاء الله والله يحفظك. هذول خريجين أطفال هذول كملوا يعني يتدفعوا على نفسهم. نعم. يعني بس الحكومة بس ما بتجي
بالمحافظه بال يعني والله ما ادري راح اتقبل والله العظيم محمد والله العظيم ما عندنا حكومه يعني الشباب الاطفال الخليجيين والمتظاهرين صاروا لو 700 متظاهر ابن محمد يعني وين هذا الدكتور هذا كاظمي غير كاظمي يعني اين هذول الاطفال هذول يعني ما قد تعبوا على نفسهم صار محمد هذول قد تعبوا على نفسهم صحيح وما يتعينون يعني وين هذول القدر تمت تعرف 700,000 متظاهر و30,000 دريع وين هذا الكاظمي؟ ليش ما يطلع؟ كل ما يطلع خلى ايده على صوت العبري لا على الطلعي عليه وعلى ايران وعلى كل من الشعب الفايزية البذل غير البذل ابو زكريا نعم انا اشكرك يا ابو زكريا من كركوك شكرا جزيلا واتفهم مشاعرك واقدرها. طيب نروح الى فاصل خليكم ويانا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نستمر بالحديث اليوم عن موضوع مطالبات الخريجين بالحصول على فرصة تعيين في العراق، وطبعا هناك إهمال حكومي متعمد لمطالبهم ولأصواتهم. السؤال هو هل تستطيع حكومة مصطفى الكاظمي أو حكومة ما بعد الاحتلال أن تأمن وظيفة للعاطلين عن العمل أو الخريجين اللي لغاية هذه اللحظة ما تعينوا وهم عندهم أصلا فائض بالوظائف بحسب الأرقام اللي أعلنها حيدر العبادي سابقا بأنه لديهم أكثر من 4 ملايين وظيفة حكومية في العراق وبالتالي هم عندهم أصلا فائض حاجة وقياسات الدولية تقول أنه الأرقام هاي مقارنة مع عدد سكان العراق هي أرقام كبيرة جدا يعني لما نقول 4 ملايين مواطن موظف بالدولة في بلد تعداده كما تقول وزارة التخطيط 40 مليون تقريبا رقم كبير للغاية فائض حاجة يعني جدا كبير فعدها فرصة أو تقدر حكومة الكاظمي لو حتخلي الموضوع وعود مثل ما سوت الحكومات السابقة وبلا أدنى أي تنفيذ. من ويانا؟ أحمد من الفلوجة، تفضل يا أحمد. أستاذ محمد حياك الله يا أحمد، أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك، حياك حبيبي. أنا عندي شهادات نيابة. عندك شنو؟ عندي شهادات نيابة من 2007 لحد الآن. معاملات ترجع مع 2005 ومثل الفيرو قامت أصولية كاملة ونائب القادم ما فعل كل شيء. طيب معاملات الشهداء لحد الآن أنا عندي لو تزوير كان مشروع على تزوير تزوير مشروع ما تزوير معاملتي حتى تصك بها مثل 2010 نعم
وعنده أطفال اثنين، واحد من عنده أطفال اثنين لحد الآن لا راتب ولا قطعة أرض ولا أي شيء للطفل. نعم. وعندي طريقة ثانية يعني أعرف أكون مساعمس يونات يعني مساعمس كل المساء كل المساء ليش مش مساء والله رجلها داعش رجلها مقتول وهنا أنا أعرف كم واحدة رجال الراحة لأنه لما تسجل المحكومات 15 سنة 20 سنة كل سنة بيك مساعي مرة صار مغارب بيك. نعم يعني أكون مدبكة بالنساء يجي ألف مرة تمزيون بغداد ولا شو رجلها داعش رجلها سكتل وراح أنا كم واحدة رجال تكتلت وهنا بس من المحكومات 15 سنة ليش كان عمل هذا ومرة هذه مرة كان مغانم. نعم يا أحمد، العدالة مفقودة يا أحمد بالعراق. والله عدالة مفقودة، رحمة على والدك، والله عدالة مفقودة، ولا هذا يعرف الله يحكم عادل. نعم. والله أنا أعرف واحدة ابنها هسه عندها أنا، واحد راكبها على أمه، يقول أمه في محكومة 15 سنة، ليش ورجلها مقتول. ليش هذا العمل مو العمل ما الله يخليك تقول. خلي داعم دايم مثال على قد داعم مثال مجيء بلى رجال دخل في للرجال بس المرة شو تيجي المرة هي نعم أحمد أني نعم صوتك وصل يا أحمد وأنا أشكرك شكرا جزيلا رسالتك وصلت ولما نقول العدالة ماكو مفقودة هذا مو كلامنا هذا عندما تصف الأمم المتحدة القضاء في العراق بأنه فاسد ومسيس هذا هاي شهادة دولية لما تطلع منظمة هيومن رايتس ووتش تقول القضاء في العراق محطم هاي شهادة دولية. العفو الدولية أيضا تتحدث عن الفساد في القضاء أو المؤسسة القضائية في العراق. العدل غائب ومفقود والعدل مو بس على قضية المعتقلين والمساجين أو المعتقلات، قضية التعيينات، قضية الحصول على وظائف، قضية الفساد المنتشر بالدولة، المجرمين اللي يحملون السلاح ويعملون خارج إطار الدولة والقانون ويرتكبون انتهاكات ضد المواطن العراقي، هاي كلها لو كان هناك نظام قضائي صحيح لحاسب المسؤول لحاسب الميليشيا لحاسب الضابط لحاسب المواطن لحاسب الجميع اللي يرتكبون انتهاكات، لكن تغيب العدالة في العراق. أبو عمر من بغداد تفضل. حياك الله أستاذ محمد. الله يسلمك حياك وحيا الله قناة الرافدين ومشاهدين قناة الرافدين كل الهلا. تفضل يا أبو عمر. والرحمة على شهداء ثورة تشرين المباركة وأيضا الرحمة على شيوخنا العظام ومنهم الشيخ المجاهد البطل المرحوم حار الضاري رحم الله وصلاهم جميع فسيح جناتي جميعا. نعم. أستاذ محمد بالنسبة موضوعنا الخريجين اللي هم لبوة المجتمع في البلد وفي كافة الدول وفي كافة البلدان. نعم. للأسف احنا عندنا هنا في العراق أستاذ محمد كلها وعود كاذبة وكل هاي الحكومات الانتقالية قاعدة تصير ودائما تطيع بالوعود وما ما توفي يعني هنا احتصرت أبو عمر موجودة عندنا. نعم تفضل. نعم. تفضل تفضل الصوت لين راح شوية تفضل. اي خدمات عندنا ما موجودة أستاذ محمد. أي. وظائف تعيين كلها وعود كاذبة ومزيفة. طيب المظاهرين اللي صار أكثر من سنة المظاهرين طالبون بحقوقهم وطن. أي. كل هاي الأمور اللي مطالب الشعب العراقي يريدها فكيف يعني تحصل وظائف هجت أرقام من الشعب وظائف موجودة هم وين عندهم الفائض اللي موجود. أي. هم عندهم عجز بالميزانية. نعم. وأيضا لا عندهم معامل موجودة لا مصانع موجودة فهذه كلها وعود أستاذ محمد كاذبة. هم عليهم بس مصلحتهم الخاصة ويحاولون أن يكذبون على الشعب. شنو برأيك الحل يا أبو عمر؟ الحل. نعم. بالنسبة للناس طبعا هم حقهم شباب الخريجين يريدون يحصلون على فرصة عمل لكن السؤال هل الحل باستمرارهم بالتظاهر يعني ناس صار لها 15 يوم ناس وصلت ل 70 يوم يعتصمون ويتظاهرون ومدى يحصلون أي وظيفة أو أي رد حكومي على الأقل برأيك شنو الحل؟ أستاذ هو الحال المشكلة إحنا هنا من حكومة سلطة الأحزاب بنعاني بها أستاذ معاناة كبيرة. هذه الحكومة وهذه السلطات اللي حكمت العراق
ما جاي على حب الشعب العراقي وولاء وحفاظا على كرامة المواطن العراقي. نعم. هي جاية تقتل الشعب العراقي ودمرت وسلبت حقوقه، دلالة على هواي أكو أمور اللي صارت بالعراق عندنا، منها يعني ارتكاب المجازر وحرق الخيام المظاهرين، هذول الناس أبرياء أبسط ما يكون. نعم. يعني الشعب من يقب على هيك مراحل على هيك حكومة، هاي الحكومة سلطة الاستعداد ما تبين يعني السرسرة أمامها، تحاول تقمعهم، تحاول تمحي التظاهر، تحاول تسد الموضوع بأي شكل كان. نعم. لكن مهما يكون قدرتهم قوتهم ما يقدرون يعني على شعب أعداده وصلت يعني للملايين، يعني نعم. ما ممكن إنه هاي الملايين أستاذ محمد يسكتون، يعني لمتى تسكت اللي قاعد يصير عندنا بالعراق؟ نعم. يعني دين حرجون أمام الشعب العراقي وأمام المظاهرين، يعني يصير طلابنا عندنا يعني هم ناس يعني نقدر نقولها بصورة عامة ناس مسالمين وناس طريقين ما من حقهم. ايه. يعني يستصعب على الحكومة على الأحزاب يعني بأي صورة فيهم يعني صعبة هو من حقهم. فالفشل اللي قاعد يصير بالحكومة والنقص اللي قاعد يصير بالحكومة طيلة 13 سنة ما ممكن يقدمون أي خدمة للمواطن العراقي. المسؤول اللي يتهم من يهاجموه بأنهم عملاء ومدفوعين مثل نور المالكي، أو اللي طلع مثل هذا كريم عبد الزهرة. نعم. اللي يقول له أنا مو خدام عند اللي خلفوك، للمواطن اللي يقول له وين الضمائر؟ نعم. فذول ايش تترجى منهم؟ تترجى منهم انه يسمعون المواطن، يهتمون بقضيته، يحاولون يصلحوا له وضعه وحياته؟ استاذ محمد، هم بالنسبه احنا ذولا كل من ضمن الاحزاب المالكي او بعض ذولا اللي اسماء مع احتراماتي للمشاهدين يعني ناس يعني سوابق عندهم، يعني المالكي هو سابقا بالثمانينات استوى بالعراق، يعني مو فجار وضرب المدرسه المستنصريه، ايضا وزاره التخطيط، اذاعه التلفزيون، هذول كلهم صاعدين دماء استاذ يعني على العراقيين من ذاك الوقت ولحد الان هذا الوقت. ايضا يعني باقي الاحزاب مثل هادي العامري ذاك الوقت هم نفس الشيء، كلهم كانوا يسلبون، يقطعون الطرق، ياخذون اموال العالم، فما كان لا سابقا ولا حاضرا، هذول كلهم استاذ محمد كلهم يعني ما يحبون الشعب العراقي، هذول جو تدمير الشعب العراقي، فهاي الامور من قاعده تصير عندنا استاذ يحاولون يردوهم باي طريقه يعني تهين الشعب العراقي. نعم. فاحنا ما نسكت استاذ، يعني الشعب ما يسكت على هاي الاهانات وهذول. نعم. واصلا استاذ تظاهرات راح تستمر استاذ محمد، والشعب. نعم. اصلا راح يحصرهم بين الصدق أبو وبين الكذب. ابو عمر، يعني سؤالي الاخير لك. نعم. برايك الحل. نعم. انه تظل التظاهرات للمطالب الفرديه، خلينا نقول انه ناس الطالب. نعم. بتعيين منا ومنا خريجين، لو الموضوع كله يندمج في ثورة تشرين بذكراها الأولى بالاستعدادات للمليونية، وتكون المطالب عامة بإسقاط هذا النظام وتغيير هذا الحكم اللي كما يصف العراقيون فاسد. أستاذ محمد كلامك كلش واضح وكلش يعني واضح. استاذ بالنسبه هم التعيينات اللي تصير بباقي الوزارات يعني احنا نعرفه احنا عراقيين ومواطنين عراقيين، يعني مثل وزاره الصحه او وزاره التعليم او باقي الوزارات، يعني ما يتعين خلينا نقول اذا مو شده ونص من هالقبيل. نعم. هذا. نعم. فهاي الامور اللي قاعد يعني شده ما معقول انه 4 ملايين او 3000 او 1000 نفر يعينهم بدون استفاده من عندهم. فهاي المطالب استاذ محمد اللي الحين يعني الشعب العراقي على الساحة يشاركون بهم كافة أبناء الشعب العراقي مواطن مدنية من أجل وقت المكتب ومن إنهاء سلطة الأحزاب في المنطقة الخضراء وتغيير هذه الحكومة اللغة بإعادة حكومة عراقية وطنية رئاسية تضمن حقوق الشعب العراقي والمواطن العراقي واحترامه في الداخل وفي الخارج، وان شاء الله ثورة تشرين ان شاء الله متحزمة، والشعب العراقي استاذ محمد. نعم. كله متحزم في الثورة تظاهر المليونية ان شاء الله راح ان شاء الله قريبا بالآجل ان شاء الله سوف يخرجون. نعم. استاذ، ومثل ما امريكا هي اللي جابتهم، امريكا غصبا ما عليها تتدخل، والامم المتحدة. طيب.
المشهدة بإخراج هذه الأحزاب والطبقة الفاسدة من العراق. أنا أشكرك. نعم. وما إنه قدروا يسيطرون علينا. شكرا جزيلا أبو عمر من بغداد، أنا أشكرك للمشاركة. بالدقيقة المتبقية نقرأ الرسائل السريعة الواردة من أبو حاتم من الموصل بعد التحية والسلام، يقول العراق بلد الحضارات والثقافة والشعر، وخرج أساتذة بشهادات معترف بها من قبل منظمات دولية، الشهادات في كل المجالات، يعتبر العراق من الدول المتقدمة بكل اختصاصات، وتم استهداف العراق من قبل إيران أولا والغرب ثانيا وحرامية الخضراء، وتم تحقيق هذا الهدف بوضع مجموعة لصوص يقودون العراق من تدمير إلى تدمير. رسالة لدينا، تحياتي واحترامي للجميع. صاحب الرسالة دا يكتب يتلحق يا متلحق. رسالة من السيد أبو زكريا من كركوك، ما فهمت أبو زكريا، آسف ما فهمت نص الرسالة. سبق وأن شاركت مطلوب انقلاب عسكري والقضاء على الأحزاب السياسية والدينية والميليشيات التابعة لإيران هو الحل، التظاهرات لا تنفع، هكذا يرى صاحب الرسالة أو صاحبة صباح العراق. صاحب الرسالة هكذا يرى صباح أنه الحل السلمي لا ينفع والحل بالسلاح. نقول أنه اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين قالت بالبيان اللي طلعت به بيان واضح أنه نرفض هاي الدعاوي اللي عسكرت المظاهرات، وهذا الموضوع يصب في مصلحة الحكومة والأحزاب والميليشيات. وصلنا إلى ختام مشاهدينا الكرام، نذكر بتردد قناة الرافدين الجديد هو 107.27 على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا بكل جديدنا. نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة، إلى اللقاء.